أصحاب السمو الحضور الكريم، إن المجلس الوطني الاتحادي يأتي وسط أعيادنا الوطنية التي بدأت برفع علم الاتحاد عاليا بأيادي بناته وأبنائه قيادة وشعبا لتجسد أنقى صور وحدة الهدف ووحدة المسيرة. كما أننا نجتمع في وقت يقوم به أبناؤنا وبناتنا من أفراد قواتنا المسلحة والهلال الأحمر الإماراتي بدور بطولي وتاريخي، انتصارا للمبادئ والقيم التي تأسست عليها دولة الإمارات.